بيكم فيديو جديد من مهاليزم. انا مها الديب، واي فكره بتطق في دماغي بعمل عنها فيديو. بس للاسف الفكره المره دي ما طقتش في دماغي، طقت في دماغ حنان اختي. حنان يا جماعه كلمتني وقالت لي يا مها انا محضرالك تحدي جامد جدا، فانا طبعا اتحمست، وانتوا عارفين ان انا بحب التحديات جدا بالذات مع حنان. بس هي طمنتني الحمد لله ان هو مش تحدي غنى، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. هي قالت لي التحدي ده هيبقى حاجات كده هتدوقيها، فبسطت جدا وجد جد. تعالي اشرحي لي بقى بالضبط. تحدي لا ما تفرحيش قوي كده يعني. وقبل ما نبدا تصوير بخمس دقايق قررت ان انا اطلع جولي القط بتاعي معانا في الفيديو، وطبعا بما ان مها ما بتخافش خالص من القطط فتعالوا مع بعض نشوف رد فعل مها هيكون ايه اول ما تشوف جولي وهو طالع معانا في الفيديو. يلا بينا. جوجو تعالى يا جوجو، يلا نقول لهم التحدي بتاع النهارده ايه. ان احنا هنسرب جولي. يا سلام. ونخلص. انت بيلعب في الاستاند. يلا منين كده اصلا يلا بنلعب معاك. خلاص تعالى يا جوجو ابعدي انت. يلا ابعدي. هاخد انا الحته بتاعتي. ما تعرفش مين معايا. طيب اقول لهم اشتركوا بالقناه عشان قولي اشتركوا بالقناه مره ولا هيحصل لي حاجه. ده حقك تقولي اشتركوا بالقناه. اشتركوا بالقناه ودوسوا على زرار السبسكرايب الاحمر تحت الفيديو وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوز اللي بنقدمها. و فولو مي على صفحتي على الفيسبوك واعملوا لنا لايكس كتيره جدا وكومنتس وشير شير 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 شير. طبعا هو تحدي جديد، انا بقى قعدت افكر وافكر واشوف انا ممكن ايه التحدي اللي ممكن اعمله مع مها. ايوه فكرت في فكره جديده. نزلت رحت السوبر ماركت واشتريت مجموعه مشروبات غريبه وجديده، وانا عارفه ان مها عمرها ما جربتها قبل كده ولا تعرفها خالص. أيوة. فقررت ان انا اعمل معاها تحدي اني هجيب المشروبات دي وهخليها تدوق كل مشروب وهي ما تعرفش ايه هو المشروب ده. طبعا ولو عرفت ايه المشروب ده طبعا انا هغمض لها عينيها علشان ما تعرفش وما تشوفش المشروب ده ايه. اوكي. ولو عرفت ايه هو المشروب ده هديها 100 جنيه على كل مشروب. ايه رايك؟ عبقريه انا ولا مش عبقريه؟ عبقريه. انا سمعت صح؟ ايوه سمعت صح. 100 جنيه على كل مشروب لو عرفتي ايه هو المشروب ده. طب هو كم مشروب؟ لا مفاجأة مش هقول. يعني ايه؟ لا مفاجأة. لا ما انا اعرف يعني صحتي ومعدتي وبطني، يعني هخسر كل ده عشان في الاخر اكسب كام؟ لا هو حلو قوي كده 100 جنيه. حلو، ارضي بقليلك يا ماما، ارضي بقليلك. يلا بينا نشوف التحدي. يلا بينا يا حنان، وانا اتحمست بقى وهتحداكي. انت تتحديني؟ هتحداكي وانا ادي التحدي. يلا بينا. دي المشروبات اللي انا نزلت اشتريتها النهارده علشان اعمل التحدي الفظيع الشنيع المريع ده. معناها طبعا جبت حاجات هي عمرها ما دقتها قبل كده وما تعرفهاش، وطبعا يعني ايه انا بقى ايه مستحلفه لمها النهارده. ده اول مشروب اسمه فريتوريا، شايفين ده مشروب بطيخ، وده مشروب اسمه دابل دير، ده مشروب بالفانيليا، ده اسمه ماكسي سانسيت، ده مشروب توت ازرق وخوخ، ودي كوكا كولا بالكريز، ودي ميا نيسلي بيور لايف بالتفاح. وطبعا انا فكرت في فكره تانية صعبه شويه، ما انا طبعا مش هخليها تكسب يعني وتاخد مني 100 جنيه كده بسهوله يعني. فقررت وفكرت ان انا اعمل لها ميكس من المشروبات دي كلها ونخليها تفكر وتحاول تعرف المشروب ده عباره عن ايه، وهي ليها مره واحده بس الحق ان هي تشرب ميه لو حبت، وطبعا مش ميه يعني جميله قوي اللي انا جبتها لها، برده ميه يعني فيها تركية برضو كده. يا مها تعالي يا مها. ايوه تعالي عامله لك مفاجاه.
جهزتي؟ عامله لك مفاجأة. ايه ده؟ تعالي شوفي. قلت لي ادخلي جوه مالكيش دعوة. أيوة. مش عارفة ايه. دي إيه المشروبات. اوكي. لا ما تشوفيش حاجة. فين فلوسك؟ اشوف الفلوس موجودة. قبل ما ابدأ. الفلوس موجودة. بصي. معلش. ما تقلقيش خالص. انا بعرف أهو. حياتي للخضر. اهو. اهو. اوه. الفلوس اهو. انا بطلع بجد. الفلوس جاهزة. الفلوس جاهزة. جاهزة. اوكي. يلا بينا نبدأ. غمضي عينيكي بقى. اوكي. اوكي. غمضي عينيكي علشان ما تشوفيش الحاجات. اهو. ايوة. برافو. هايلة. ممتازة. لا ده انت يعني مغمياني بذمة. اه طبعا. لا فعلا بجد انا مش شايفة حاجة. ما هو انت لازم ما تشوفيش حاجة. يلا هنبدأ. اوكي يلا. ده اول مشروب هتدوقيه وهتقولي لنا ده عبارة عن ايه. ايه ده؟ استنى. اوعي. ها؟ اوعي زي المرة اللي فاتت. لا اوعي. قولي. يا ترى يا ترى يا ترى. معرفتيش معرفتيش معرفتيش. استني بفكر. لا دي ها كوكتيل. حاجه كوكتيل كده. لا كوكتيل حاجه فواكه. طب فجأة. لا مش كوكتيل يعني. قربتي قربتي. انا حاسه ان هو حاجه فاكهه بس مش عارفه ايه بالظبط. اوكي. بس مش عارفه تحددي النوع. مش عارفه احدد ايه نوع الفاكهه. بس هي فواكه صح؟ حاجه فواكه. الرسه حاسه كوكتيل. مش كوكتيل. لا هو مش كوكتيل. لبان. لبان بطعم لبان. ايوه يا بنتي دي حاجه لبان. مشروب بطعم لبان. طب ردوا عليها يعني انا مش هتكلم. ردوا عليها. ايوه ما في حاجات بطعم لبان. لا زيها. طب استني خلاص يا مها. فرصه ثانيه. لا مفيش فرصه. هي طيب مفيش. لا خلاص هي مره واحده بس. لا نشوف بقى المشروب كم واحد كم واحد. لا مش هنقولك. نشوف المشروب الثاني. دلوقتي هنجرب المشروب الثاني. ماشي. الله ده حاجه سودا اهو. سمعت صوت السودا. يا سلام. سلام على النباهه. ها يا ترى يا ترى يا ترى. دواء. ده دواء. دواء دواء ده دواء كحه بقى. انا دواء. عارفه انا الدواء ده باخده. اه ايه ده؟ لما بيبقى عندي كحه باخده. ايوه ما بيجيبش نتيجه ده بيقعد. عارفين انتوا اكيد بقى. اول حرف اقول. لا بلاش عشان الدعايه. ها عرفتي؟ استني ده ايه المشروب ده؟ شويبس جولد. خوخ. لا لا شويبس جولد. اناناس. لا شويبس جولد. خلاص هنقعد اليوم كله. هي مره واحده بس. استني هي مره واحده بس ليكي فرصه واحده. استني ده ثانيه هقول لك حاجه. ده كراميل. حاجه بالكراميل. لا مش كراميل. لا طب ما تساعديني. لا ده انت عجب الموضوع. لا في الاول كان طعمه وحش بعد كده حسيت طعمه حلو. او يا اما انا اتعودت عليه. هو مش كراميل. خلاص يا مها. لا انت ليكي فرصه واحده. ليكي فرصه واحده. خلاص. لا يعني خلاص. ايه يعني خلاص ما ينفعش. لا ما ينفعش. يلا الفلوس بتضيع مني. ايوه بتضيع مني. يلا نشوف المشروب اللي بعده. ايه ده؟ يلا المشروب اللي بعد نشوف. يا ترى يا هل ترى. كلهم صودا كده. كله ده. دي ده توت. توت ده ايه؟ معرفش بس دي ريحه توت. فكري. دي ريحه توت. بالتوت ريحه توت بس مش عارفه ده ايه. سودا وعليها توت. قربتي قربتي قربتي. ايه لا يا ما. صح يا غلط. ايوه هو توت. هو في توت. هو في توت. اه صح هو في توت وحاجه تانية. توت وحاجه تانية. توت وحاجه تانية. فاكهه يعني. اه بس ليكي فرصه واحده بس تقول. لا طب ما انا قلت دوت يبقى لازم لا فلوس. دوت وحاجه. طب هاتي 50 جنيه. لا نص المبلغ. ها دوت وحاجه تاني. دوت وايه؟ دوت و خوخ. برافو. لا بجد بجد. برافو ماما. لا لا انا قلت كده وخلاص. جت معاكي كده يعني. جت معاها كده بالصدفه يعني. برافو توت وخوخ. 100 جنيه. حاضر حاضر هتاخدي
رب يا ساتر يا رب. يعني بتبقى عايزه حقها ناشف. ايوه 100 جنيه اهو اتفضلي. شكرا شكرا. المشروب اللي بعده اوكي. اشتركتوا بالقناه ولا ما اشتركتوا؟ اشتركوا والنبي بالقناه. خلوها ترتاح. اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. أيوة. ودوسوا على زرار السبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو. شفتوا لاحظتوا ازاي؟ واعملوا شير 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 شير. يلا نشوف. ايوه ها يا ترى يا هل ترى ايه المشروب ده؟ يا يعني انت عارفاها؟ لا 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 كوكولا بالكريز. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 ده هتاخد مني فلوس كلها ولا ايه الموضوع؟ لا ايوه صح يا ده كوكولا بالكريز يا زاتر. اه ما لا يعني عايزه ميه جيتو دي اشرب ميه. اه ليكي الحق ان انت تشربي مره واحده بس ميه. ممكن حته ترشي شويه خيار مخلل. اه مها دلوقتي عايزه ميه فهنديها من حقها. احنا قلنا ان هي تشرب ميه. جايبالي ميه معدنيه. اوكي اه طبعا لان يعني متوصيه بيكي جدا وجايبالك ميه نسلي بيور لايف. ايه ده؟ ميه انت مش طلبتي؟ لا لا بتهرجي. مش طلبتي ميه؟ ايه ده؟ جبت لك ميه. ميه نسلي بيور لايف. ازاي كده؟ ازاي بيشربوا الحاجات دي؟ دي ميه نسلي. دلوقتي مها كسبت تاني تحدي. عرفت اول مشروب. طب انا عايزه ميه حقيقيه. او حاجه حادقه. استني بقى عشان انت ما خدتيش ال 100 جنيه التانية. اه ال 100 جنيه التانية اتفضلي. ايوه اتفضلي. اوه ايه خلاص؟ لا لسه ده لسه في بقى مشروب تاني. اوكي لازم تعرفيه برضو. اوكي ماشي. هتقولي لنا ايه هو المشروب ده؟ اوكي حاسه بحاجه غريبه بتحصل مش فاهمه ايه. اه لا لا ده مشروب جميل جدا جدا جدا. اوكي وهيعجبك جدا بس اهم حاجه ان انت تقولي لنا المشروب ده عباره عن ايه. اتفضلي. حلو ايه رايك؟ حلو. لا طعمه حلو. حلو حلو. لا حلو. ايه ده؟ حلو يا مها. حلو. لا 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 ده مشروب حقيقي يعني بيتباع كده والناس بتشتري تشربه عادي. ايه ده؟ ايه رايك؟ لا لا ايه ده؟ لا لا عرفتي ده ايه؟ وحش قوي. مها ما عرفتش ده ايه؟ مها ما عرفتش المشروب ده ايه؟ ايه ده؟ لا لا مش عارفه. مها ما عرفتش. اخر تحدي. مها ما عرفتوش. ومها كانت فعلا قد التحدي. يس احنا هنشكر مها. ايه ده خلاص؟ اه خلاص برافو يا مها. قدت بقى شهر. ايوه ايوه عايزه اشوف الحاجات بقى ايه. ايه رايك مها؟ ايه رايك بقى في تحدي النهارده؟ لا تحفه تحفه. كل يوم اتعلمتي انبسطتي؟ انبسطتي جدا جدا جدا. يا رب تكوني اتبسطتي ويا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. ايوه اشوف الحاجات بقى اللي انا كنت قلتها. ايه ده بقى؟ شوفي بقى. اولا دي ميه ميه نسلي بيور لايف بالتفاح. التفاح. ايوه وده مشروب ايه بقى؟ ماكسي. ده اللي انت عرفتيه ده بالخوخ والتوت. بالخوخ والتوت. اوكي ودي حلوه قوي على فكره. ده عجبني جدا عجبني قوي. ودي اللي هي ما عجبتكيش كوكاكولا بال بالكريز بينهم لله. وده مشروب دبل دير ده بالفانيليا. ده شعير بالفانيليا. ايوه وده برضو ده عجبني برضو قوي. ده حلو قوي. ده فريتوريا. ده اول واحد عصير بالبطيخ. بالظبط بطيخ. بالبطيخ. انت قلتي فواكه بس ما عرفتيش ده ايه. هو عصير بالبطيخ. اوكي اوكي. المبلغ اللي كسبته 200 جنيه. الحمد لله. مبروك يا مها. مبروك مبروك مبروك.
بتاع المرة دي، وبسطت جدا على فكرة، وفي حاجات عجبتني هشتريها، وبجد مرسي ليك يا حنان جدا، مرسي بجد على التحدي الجميل ده. انا انبسطت جدا وشفت حاجات جديدة وكتبت فلوس حاجة مختلفة وبسطنا بجد.